هكذا يبدو المشهد في سوق المواشي بالعاصمة المؤقتة عدن، وهكذا هو حال الناس برغم توفر الأضاحي، إلا أن قدرتهم الشرائية لا تتناسب مع الأسعار الجنونية في السوق، وأيضا لعدم توفر المرتبات من قبل الحكومة التي وعدت بصرفها قبل العيد. الدولة المفروض تراعي الناس بهذا الشيء، الناس ماتت لا معاشات لا حاجة، والدنيا الله يرحمنا احنا برحمته بس. يا بندر سكت على نحن الكهرباء ديزل قد ديزل قد سويت نحن ايش؟ كمان الاغنيه حق محمد سعد عبد الله حسك تقول لي روح راعي لي وباقي لك. انا مليت ما عاد لي قلبي فاضي لك، خلاص ملينا منكم، ملينا يا اصحاب الحكومه، ملينا ملينا. نسبة كبيرة من هذه المواشي تستورد من بعض دول القرن الافريقي وتعد ارخص نسبيا من المواشي المحلية المتسمة بجودة مذاقها. وبرغم قرب مراعيها من محافظات كلحج وأبين إلا أن منالها بعيدا عن المواطن. نأخذ يعني ورقة من العمل أصل أضحية العيد يعني. نجي عند التاجر نشتري أضحية يعني زي الناس اللي أخص حاجة. يعني الحاجة المليحة ينقوها يبيعوها يعني كاش على جنب. وأنت الإنسان المضطر اللي يشتري الحاجة تأكل عيالك تروح أخص حاجة وأمرض حاجة فيها. أنت مضطر يا أخي يقول لك عقبة ولا روح. لا رواتب. ولا فلوس ولا شفنا حاجة. إذا إحنا مروحين 40 50 يقول لك من فين له المواطن وهو بلا راتب ما اشتريتوش، ما فيش معي هذا المبلغ، من فين أجيبلهم؟ يتراوح سعر الأضحية بين 40 و70 ألف ريال يمني، أي ما يوازي 200 دولار، وهو مبلغ لا يقدر المواطن على توفيره، إذ يعد هو الآخر ضحية في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. يقبل الناس إلى هذا السوق المركزي لشراء أضحية العيد كما هو الحال في كل عام، لكن غلاء أسعار المواشي وعدم تسليم المرتبات حتى الآن جعل الأغلبية يعودون إلى منازلهم دون شراء الأضحية. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.